طريق مجموعة يونون إير إحنا بدأنا سنة 1995، بدأنا بمصنع تكييف، مصنع صغير مساحته 10,000 متر. بدأنا مع يونون إير بمنتجات التكييف بجميع أنواعها، بدأنا بعد كده إنتاج مصنع الغسالات بجميع برضو الموديلات بتاع مصنع الغسالات، خشينا بعد كده مصنع فلتر، وبعد كده زودنا مصنع بوتاجازات ومصنع الشاشات. ومع متطلبات السوق لمنتجات يونين اير كان لازم نفكر ازاي هنزود المنتج ونزود في الانتاجيه وفي نفس الوقت نعلي في جوده الشغل. احنا بدانا مع مركز تعديل الصناعه في 2005 عن طريق دورات تدريبيه وخدمات الدعم الفني، ونجحنا كتير مع المركز. وتدويجا لهذا النجاح في 2016 دخلنا ببرنامج الانتاج الرشيق او اللي مانيفاكتشر مع المركز، وساعدنا تطبيق المشروع على رفع الانتاجيه بصوره كبيره وملحوظه، ورفع الجوده وكفاءه الانتاج، ووفر للعامل الحركه اللي كان بيبذلها بمجهود اكبر ويطلع انتاج اقل. يعني حركه العامل دلوقتي الحركه اقل من اللي كان بيبذلها الاول، بسبيل ان هو بقى اصبح يطلع انتاج اعلى من الاول، اتوفر له سيفتي امان، يبقى في امان على العامل وهو شغال، بحيث ان هو يبقى في شغال في ارتياحيه، بتقليل نسبه الفاقد والهالك للخامه وللوقت، ورفع مستوى الجوده بنسبه ملحوظه اكبر من الاول. مصنع التكييف احنا قدرنا نوصل لسيفنج 14.4% وتقليل الهدر والوقت الاضافي في حدود 20%. بالنسبه لمصنع البوتاجاز قدرنا نوصل فيه لسيفنج 10%، وقدرنا نوصل فيه بالنسبة للوقت والهدر أكتر من 20% في الحاجات دي. نسب التوظيف زادت في الفترة اللي المركز تعاون معنا منها من 15-20%، دلوقتي بنوصل تصدير في بعض المنتجات لأكتر من 35-40%. إن شاء الله في خطط مستقبلية للتعاون مع مركز تعديل الصناعة. في دلوقتي مشروع سبلاي تشين شغالين مع المركز فيه، والمفروض المشروع يبتدي ان شاء الله متوقع من اول 7/2018. التعاون مع IMC خلانا نزود الانتاج براحه وامان وكفاءه.